أنا الحقيقة بتجمعني علاقة عائلية بيني وبينه، يعني هو كان تلميذ مصطفى وعلي أمين وصاحبهم وأخ كبير ليا، وأنا بعرف أحمد رجب من الناحية الإنسانية، حاجة إنسان من أرقى ما يمكن، يعني على قد ما هو لازع في كتاباته على قد ما هو إنسان من الدرجة الأولى، يعني لو أي إنسان ضعيف لازم يسنده، لازم يساعده على قدر استطاعته. يعني ده الشخصية دي ما بنتش طبعا في كتاباته، لكن هو يضحك لازع ساخر لكن إنسان بالدرجة الأولى. أنا فقدت الإنسان، ومصر فقدت الكاتب اللي مش هيتعوض، آخر تلميذ يعني نجيب لمصطفى وعلي أمين. صعب جدا إن أنا أتكلم عن الأستاذ أحمد رجب، ده أستاذ جيل، وأنا كنت بتكلم عنه، فأنا بتكلم عنه نتيجة 40 عام أمضتها في أخبار اليوم، كنت خلالها يعني أمتع نظري بالنظر إلى وجه الأستاذ أحمد رجب قبل أن أتعرف عليه بشكل عام. يعني الحاجة الطريفة اللي أنا أقولها على الأستاذ أحمد رجب إن أنا تعرفت على الأستاذ أحمد رجب في بيت الموسيقار كمال الطويل، وأنا كنت أعمل في أخبار اليوم، لكن لسوء حظي ما كانش اللقاء التعارف بيتم في البيت اللي احنا بنعمل فيه، هو قيمة وقامة كبيرة، وأنا كنت لسه بادئ حياتي في منتصف يعني في بداية السبعينات، لكن اتعرفت به في بيت الموسيقار كمال الطويل، وهو رحمة الله عليه الذي قدمني إلى الأستاذ أحمد رجب، فبذكائه الشديد جدا قال لي أنا شفتك قبل كده كتير بس مش عارف فين، فقلت له أنا بعدي على مكتب حضرتك، كان مبنى الصحفي القديم اللي هو حاليا مبنى إدابي، يعني كان مكتبه بالقرب من ممر في الأسانسير الخلفي للمؤسسة، فكنت باستمرار أنا باجي من الأسانسير ده علشان إن كان بيبقى الأسانسير الرئيسي زحمة وكده، كنا نيجي من الأسانسير الخلفي يعني. ومنذ هذا اليوم في بداية السبعينات إلى أن تعرض لأزمة صحية الأخيرة التي عجلت برحيله، كنت دائما أتردد على الأستاذ الكبير وأسأل عنه، وكان دائما يسألني بعض المعلومات الفنية أو بعض المعلومات الخاصة بالإعلام والثقافة، أما يكون عايز يكتب حاجة ومتحقق يعني بيحقق فيها أو عايز يصل إلى معلومة، كنت بخلال هذا الكلام إن أنا أجيب معلومة أقدمها للأستاذ أحمد رجب. طبعا أنا تعلمت كتير جدا من الأستاذ أحمد رجب، اتعلمت إن أنا أكون صادق مع النفس، اتعلمت ان انا اكون جريء في الحق، اتعلمت عزة النفس كيف تكون في العمل الصحفي، كيف يكون الانسان واثق من نفسه وعنده ادواته وعنده مفرداته. كان احمد رجب بالنسبة لنا جميعا للجيل بتاعنا والاجيال اللي جت قبلينا واللي جت بعدينا هو النموذج والقدوة، كان اكاديمية خاصة بالصحافة الساخرة، كان كاتب عظيم جدا في كل مجالات التخصصات اللي احنا بنسمع عنها، في السياسة كان نص كلمة بتاعت أحمد رجب أقوى من منشت، كان جميع رؤساء وزراء مصر خاصة الدكتور عاطف صدقي رحمة الله عليه يتعلقون بنص كلمة، يعني قبل صدور أخبار اليوم عينيهم بتتعلق على الجرنان من بالليل الجمعة بالليل ينزلوا يجيبوه ويشتبوه ما يستنوش يوم الصبح السبت يبقى على مكاتبهم. كان أحمد رجب هو مندوب الغلابة، هو اللي يتحدث عنهم باختصار شديد جدا، أقول لك كان ضمير الأمة، أحمد رجب كان ضمير الأمة، ولذلك عندما اتجه للكتابة للسينما وللمسرح وللتلفزيون وعمل الشخصيات اللي هي الفهامة وكمبوبة ومطرب الأخبار والحب هو والحاجات دي كلها، كان بيعبر كل شيء فيها عن ارتباط هذا الرجل بالشابع بالناس البسطاء. كان أحمد رجب دائما يستشرق الزمن القادم المستقبل، وبالتالي كان نموذج
فريد من نوعه. يعني أنا كان بالنسبة لي أنا إذا كنت أنا تعلمت وتخرجت من أكاديمية الفنون كان بالنسبة لي أحمد رجب هي أكاديمية الصحافة بكل أنواعها، بكل أنواعها اللي تعلمت فيها إزاي أكتب وإزاي أفكر في العنوان الجريء الساخر، إزاي أبقى أنا قاعد مع المصدر صاحي ومصحصح، مش محتاج كاسيت، مش محتاج إن أنا أدون معلومة، وإن أكون بكل حسي قاعد منتبه لكل كلمة تقال. أستاذ أحمد رجب أنا حضرت لقاءات كثيرة تمت بينه وبين المثقف محمد عبد الوهاب، وكان صديق شخصي المثقف عبد الوهاب اللي كان أصدقائه مجموعة قليلة جدا، ما كانش المثقف عبد الوهاب له أصدقاء يعني بأعداد ضخمة، لكنه كان ينتقي، كان من هؤلاء الذين ينتقيهم ويلتقي بهم دائما الأستاذ أحمد رجب. كنت دائما أنا أكون أحيانا كثيرة جدا شاهدا على هذه اللقاءات التي كانت تتم في وجود الأستاذ أحمد رجب، وأنا نادم أشد الندم إن أنا ما اشتغلتش تحت رئاسة كاتبنا الكبير أحمد رجب. بتهيألي لو أنا كنت بشتغل مجرد حتى قاعد جنبه للنهار كنت هستفيد أكتر من اللي أنا استفدته دلوقتي، ويمكن كان مصاب حياتي كله تغير. لكن بكل أسف هو كان طبيعة عمله غير طبيعة عملي، ولكنه كان دائما بالنسبة لي القدوة والمثل الأعلى. فقدت الصحافة المصرية النهاردة الحقيقة أحد أعمدتها الرئيسية، ممكن نقول فقدت الأسطورة أو أسطورة الكتابة الساخرة في الصحافة المصرية والعربية. لم يكن هناك صحفي في المنطقة لا يعرف أحمد رجب ولا يدرك قيمته الحقيقية، وإحنا الحقيقة النهاردة يوم حزين جدا بالنسبة لنا، لكن تاريخه وعمره على مدى 86 سنة وليكن منهم ما يقرب من 66 عاما في بلاد صاحبة الجلالة، وكل التاريخ اللي سابهن كفيل بأنه يدينا مدد ورغبة في أن احنا نكمل مسيرته، لأنه أكيد ليه تلامذة كتير تشبعوا بأفكاره وبمدرسته. رجل كان قادر على اختصار كل أزمات الصحافة، كل أزمات المجتمع في نص كلمة. أكتر حد كان ممكن تستوعب معاه وتفهم معاه وتحزن معاه ومع أفكاره هو كان أحمد رجب الله يرحمه. أحمد رجب شكل مع الراحل الكبير أيضا مصطفى حسين أشهر توأم مهني في الصحافة العربية وفي المنطقة. الاثنين أمتعونا، رسموا البسمة، احيانا كانوا بيخلونا نبكي، ولكن نبكي لان احنا بنفهم مشاكلنا وبنقدر نعالجها. كان ما كانش بيكتفي بانه كان بيضحكنا، كان ليه رساله مهمه جدا في استفزاز المسؤول ايا كان المسؤول ده، من اصغر مسؤول في الدوله لاكبر مسؤول، بكلماته القويه اللاذعه اللي بتصل لحد الرصاص، في انه يتبنى مشكله ما او يجد حل لمشكله ما، وكان حقيقي اللي ممكن نطلق عليه اللي هو صحفي صاحب رساله. أحمد رجب هيفضل عايش فينا جوانا. أحمد رجب قيمة صحفية خسرناها زي ما قلت زي ما بقول، ولكن تاريخه هيظل القيمة اللي احنا هنعيش عليها الفترة اللي جاية. أحمد رجب أحد عمد مؤسسة أخبار اليوم، أكبر مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط. بنحتفي، مش بنحتفي، ممكن نقول بنحاول نعرض للقراء الأعزاء جوانب خفية في شخصية الكاتب الكبير في من خلال إصدار عدد خاص عن هذه القيمة أو هذه الأسطورة، كمشاركة في تأبين الراحل ومشاركة كل محبيه في عزائهم وحزنهم على فقيد الصحافة وفقيد الرأي في مصر والمنطقة. بلا شك يعتبر فقدان الكاتب الكبير أحمد رجب خسارة كبيرة جدا لمؤسسة أخبار اليوم أولا، وللصحافة المصرية والعربية ثانيا، وللشعب المصري بكامله الذي كان يشتاق يوميا لقراءة نص كلمة الخاصة بالكاتب الكبير أحمد رجب قبل أن يقرأ منشط الصحيفة الذي يعبر عن أهم ما هو موجود في الجريدة. بالتأكيد المرحوم أحمد رجب يعتبر شيخ الكتاب الساخرين،
وتتلمذ على يديه كثير من الكتاب على مستوى مصر والعالم العربي، وبلا شك أننا تعلمنا جميعا منه كيف نكتب الجملة القصيرة المعبرة التي كان يستخدمها بأسلوبه لتتحول إلى ما يشبه طلقات الرصاص للسخرية والتندر والهجوم على واقع سيء يريد أن يصلحه بالنسبة للمجتمع. سخريات القدر جاءت بعد وفاة الرسام الكبير مصطفى حسين الذي يعتبر بمثابة توأمه في عالم الصحافة، لأنهما تزاملا مع بعضهما البعض. الأول يرسم بالريشة هو الكاتب الكبير المرحوم مصطفى حسين، وأحمد رجب يكتب بالكلمات المعبرة تماما عما رسمه مصطفى حسين، ولهذا كان بمثابة دويتو لا يناظره أحد في الصحافة المصرية. سخريات القدر أنه بعد وفاة الكاتب الكبير والرسام المبدع مصطفى حسين، ومن الواضح أن الكاتب الكبير المرحوم أحمد رجب آثر ألا يبقى وحده في هذه الدنيا، وقرر أن يرحل ويلحق بزميله وصديق عمره مصطفى حسين بعد أيام قليلة من وفاة مصطفى حسين. وقد شعرنا جميعا بذلك حتى في كتاباته الأخيرة، وكأنه يريد أن يودع الحياة حزنا على صديق عمره مصطفى حسين. وفعلا حدث هذا، فرحمة الله على أحمد رجب، وندعو الله أن يعوضنا فيه خيرا ويعوض مصر كلها في وفاة هذا الكاتب الكبير الذي أعتقد أنه لا يناظره أحد في أسلوبه ورشاقة قلمه وطلقات الرصاص التي كانت تخرج من هذا القلم في أي مكان في الصحافة المصرية الأخرى.